في العيد في محتاج الناس شايفاه فياخد لحوم تكفيه وتفيد، وفي اللي بعيد مش متشاف فاتنسى وما فرحش بالعيد. مع برنامج صدق الاضحيه من بنك الطعام المصري تقدر توصل الفرحه لملايين مستنيين، فما تستناش وشارك مع بنك الطعام المصري اللي ما استناش وكان اول من اسس صدق الاضحيه في مصر. اشتري الصدق البلدي او الصدق المستورد، والذبح بيتم بشكل شرعي في ايام التشريق، واللحوم بتوصل بافضل جوده لمليون اسره في كل محافظات مصر. بنك الطعام المصري، ما تستناش واشتري صدق الاضحيه وفرح ملايين املهم فيك.